بعد ما تم تغيير برمجة اللقام من رادس إلى المنزه، الإفريقي يعاول على خدمات العائد زهير الذويدي كأساسي والمنتدب الجديد بنزاع على بنك الاحتياط، وغياب الكل من الهذلي لجمع 3 إنذارات، عمار جمال وفتح الغربي لعدم جاهزيتهم، يستقبل فريق الأحمر والأبيض فريق الشبيبة القيروانية بتشكيلته المثالية تحت أنظار المدرب الجديد للمنتخب الوطني نبيل معلول. اللقاء ينطلق بعد دقيقة صمت على روح فقيد الكرة التونسية الأسعد الورتاني. اليوم شفنا بعد تريف في اول ماتش رسمي الكوب افريكان لبس مريول جديد، اليوم جديد فيه انه البرا جاش نتاعو الكل اكحل. المعروف انه النادي الافريقي خسر احد اهم ابنائه، معناها الاسعد الورتاني اللي ارتبط اسمه فتره كبيره في النادي الافريقي وتماها مع النادي الافريقي، دونك ما نجموش تتعدى الوفاه نتاعو هكاك، هي جات تخطف خطفين. دونك الفو ماركي احساسنا بيه والالم اللي انتابنا، دونك باش نكملوا نلعبوا مرحله الايه بالكل باليد الكحله ذيك البوند الكحله. اون بلوس دقيقه صمت اللي في اول الماتش هذا، دقيقة صمت هي أقل حاجة ممكن نجمو نعملوها، معناها بما أنه هذيا أول مقابلة رسمية بعد الوفاة نتاعو، دونك قمنا بدقيقة صمت هذيا، حاطين المراول الجدد نتاعنا وباش يكونوا متوفرين إن شاء الله في المستقبل في البوتيك نتاع النادي الإفريقي، نحبوا نخلدوا الذكرى هذه، وإن شاء الله ثم حاجات أخرى في القدام. سي مجدي لو كوتي ما نحبوش نحكيو عليه برشا، مي شافوا الناس كلها حباء النادي الافريقي اغلبيتهم تصاور الجمعه هذيا نتاع ولد الاسعد الله يرحمه مالك مع البريزيدون نتاعنا في البيرو نتاعو. بالطبيعه تعرف اللي الاسعد دخل القلوب الكلوبيستيه الكل، والرئيس عبر على هذا ومازال باش يعبر على هذا، ومعناها إحاطة كبيرة بجميع أبناء النادي وفي كل المراحل وفي جميع المناسبات. اللي شد انطلاقة قوية خاصة من جانب أبناء المدرب نبيل الكوكي، تشكيلة ضمت كل من جابو الذوادي الحداد الزيتوني والباراتلي في وسط الميدان، تشكيلة القاتل الانسجام التام والتفاهم، الشيء اللي مكن خط هجوم الفريق من عدة حلول وفرص واضحة ضاعت من أقدام جابو والقصداوي. قبل ما يلقى اللاعب الجزائري الحل في 11 دقيقة لعب في افتتاح نتيجة بعد ما صدمت كرة الحدادي بالقائم، والبقية هدف أول الإفريقي. هدف مبكر خلى الإفريقي يطمع في إضافة أهداف أخرى. في المقابل حاول أبناء المدرب العقبي رد الفعل وتحرك خطأ الوسط والهجوم باستغلال بعض الهفوات اللي كان يقوم بها خط الدفاع الإفريقي. وبعد انذار اول من محاود العويشي ورأسيته تمر جانبية، ثم انذار ثاني وتسديدة حسام الحمزاوي تمر عالية بقليل على مرمى تخيلي، هفوة اخرى في دفاع الافريقي يدفع الفريق ثمنها كاش، الحمزاوي في التمهيد والعويشي بدون رقابة يتمكن من تعديل النتيجة في 22 دقيقة لعب. قلنا بداية قوية وكلامنا يتأكد من خلال مواصلة زوز فرق الخلق العمليات الهجومية وتنويعها سواء عن طريق الكرات الثابتة وفي هالمحاولة كرة اليعقوبي الرأسية تمر جانبية، أو كذلك عن طريق التسديد من جانب الشبيبة وتسديدة العويشي يتصدى لها الحارس التخيلي. فرصة بفرصة مرة أخرى أبرز لاعب على الميدان جابو اللي يتوصل في الدقيقة 34 من مغالطة حارس الشبيبة وإضافة الهدف الثاني للإفريقي وليه في نفس الوقت. الوقت المتبقي من الفترة الأولى انحصر فيها اللاعب في وسط الميدان وانخفض فيها مستوى اللاعب، ولعل ابرز فرصه كانت واضحه للافريقي من خلال تسديده اليعقوبي الراسيه واللي ما غيرت شيء في نتيجه الشوط الاول اللي انتهى على لقطه طريفه بين القصداوي والكوكي. في الشوط الثاني وعلى غرار الفتره الاولى واصل الافريقي ضغطه على المنافس بالاعتماد على فنيات الجزائري جابو في التسجيل التمهيد والمراوغه. في المقابل فريق الشبيبه كان يقوم من وقت لاخر بعض العمليات اللي ما شكلتش خطر كبير على المنافس، كان مصر على فك معركة الوسط والهجوم بقيادة زهير الذوادي الجناح النفاذ للفريق بمساعدة الحداد والقصداوي. في شوط ثاني يمكن اعتباره شوط الفرص الضائعة والعمليات الهجومية المنسقة والسريعة، لكن في نفس الوقت عمليات غابت عنها النجاعة الدقة والواقعية وتفنن فيها خط هجوم الإفريقي في إذاعتها. وحتى بدخول المنتدب الجديد مبنزا في أول ظهور رسمي ليه مع الفريق انسج على منوال زملائه وقت اللي اتاحت له فرصه ثمينه لاضافه الهدف الثالث، لكن حارس الشبيبه القلعي كان موجود للتصدي والابقاء على حدود فريقه للعوده في المباراه، لكن هذا ما حصلش باش تبقى النتيجه على حالها الى حدود الصفر النهائي للقاء اللي تزامنت
مع مواصلة الإفريقي سلسلة النتائج الإيجابية والانتصارات، في حين يتوقف عدد شبيبة مع النتائج الإيجابية. نبيل ما نيش باش نحكي لك لا تكنيك لا تكتيك لا حتى شيء، العبد النورمال اللي قاعد يتفرج يحس الكلوب ميتون لولاني مرتاح يلعب على اس اي بوكري، معناها احنا قلنا ماتش بتاع 3 4 بونتو فاسيلمون. وفي رمزور ضيعنا الماتش، كان ساهل ضيعنا دي زوكازيون. الميتون الثاني مش ضيعنا الغادي شويه، كيفاش شفتوا انت الماتش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سي بريو كنا يمكن اكثر ماتش خفت منه هو الماتش هذا في الثمانية ماتشات هذوما، لأنه بعد راحة تاع شهر وثلاثة جمعات سي نورمال الملاعبية باش تلقاهم سيرو بير كوتي فيزيك زاد باش تلقاهم ماهمش كالعادة، دونك كنا نجموا نقتلوا الماتش بريمير ميتون حتى دوزيام ميتون حسب ليزوكازيون اللي جاو، ولكن ما ننساش نلعبوا ضد القروان الفريق راهو تري بون ايكيب تكنيكمون تفرجت في ستاج في سوسا اكاديمي، دونك وحتى الملاعبية قلت لهم سافا با اتر ان ماتش فاسيل، سي فري كنا نماركيو ولكن زاد حطونا في مواقف خايبة في عديد المرات، دونك الحمد لله على 3 بوان بعد شهر وثلاثة جمعات، لأنهم هما عندهم 90 دقيقة في سخام نهار ثلاثة، دونك نحن بعد شهر ثلاثة جمعات ناخذوا 3 بوان سي ديجا با مال الحمد لله، أنا أنشيني الفيكتوار إن شاء الله نكملوا في الديناميك هذا إن شاء الله. نبيل لي شونجمون لي شونجمون يمكن يكونوا تأخروا شوية، سورتو كو زهير في الآخر بكل شفناه براتيكمون وقف شوية زهير. ولا شو زوير الاخر بكل اللي تي لوريجين تاع اون ولا دوز اوكازيون اللي ما فهم حتى شيء، وهو اللي عمل معناها، ولكن وخروا شويه شانجمون لانه ما نحبش صار ثم كوتي مونتال في عند الملاعبيه، زاده ما نحبش ندخل الملاعبيه اللي نحن ولينا خايفين ابارتير من 15 مينوت 20 مينوت جو مور جروب التالي، معناها حتى بسيكمون الملاعبيه مش باهي، دونك انا كونتوني باش نتاكي وجبنا لي زوكازيون سي فري انو تي اون دونجي التالي لانهم عندهم لاعبين كما قلت لك تيم بون ايكيب نلعبوا كونتر ادفيرسير، عنده دي زاتاكون رابيد، عنده ميلي تيران رويال قروان، دونك وقت اللي رينا يلزم صحي لي شانجمون ابارتي دو 27 مينوت، دونك انا ديسيدي باش نعملوا شويه تغيير. عطوف في الماتش فما باراد حلوه ياسر منعتنا من بنت نتاع نول. الحمد لله هكا الحمد لله 3 بوان اللي جاي ديما خير ديما نخزر القدام هكا هو. في اول الماتش كيما حكيت مع الاولاد تحس ليكيب مرتاحه برشا، ماركينا البونتو الاولاني كنا نجمو نزيدو ماركيو برشا. والله صحيح بعد البونتو الاول صار شويه ريلاشمون، غلطه نتاع باس تكلفت لنا بونتو، يعني ساريف خاطر انت تعمل في اللعب ساريف باش تصير غلطه نتاع غلطه باش تقبل بونتو، يعني ميساج رترى بينا يعني ماركينا الثاني، كنا نجم نماركيو الثالث والرابع نقطه الماتش، الله غالب كره ما حبتش كما العهد ديما الكره على البارز وثلاثه كره على البارز وكره على البار ميسالش، المهم بعد التريف هذه كل تعاود تدخل بانتصار باهي برشا، ما يهمش الروندمون تو يهم خاطر 3 بوان باش نعاود نرجعوا ناخذوا الماتشات في ساقينا باش نرجعوا خير من الاربع ماتشات اللي تعديناهم ان شاء الله الاخرين. هتان انت تلعب قدام ديفونس وتشوف الاولاد يفلتوا برشا برشا بونتوات ما يتفلتوش، شنو تحس انت في الباست نتاعك هذاك؟ خاطر الضغط ينجم يجي عليكم انتم بعد الرتاج هذاك. صحيح هو اللي ضيع يقبل، اما يا اخي هما الاولاد هما يحبوا يضيعوا، اما الاولاد يعني يخدموا خدمه كبيره تبارك الله، اليوم رينا يعني ديزاكسيون القدام يعني هايلين برشا ما بين زهير جابو قصداوي ماهر، يعني شفنا كومبينيزون بحلوين برشا القدام، الله غالب ما تماركيوش ان شاء الله مرجع يتماركيو خاطر فما زاد التيران يقلق شويه، رزين مطبع شويه يعني التيران يقلقهم شويه، نصور حتى الزوف فما كوره يعني بالشوطه باليمين قلقت له التيران، ان شاء الله المره الجايه يلعبونا في راس ونربحوا بنتيجه عارف. ان بو ماتش اجوردي كان ينجم يكون اسهل برشا، انا معناها انا با دي ميريتي دو غاني، اما فلتنا برشا برشا بونتويت. بون سي فغي معناتها فلتنا برشا، نجموا من اول ميتون نربحوا فاسيلمون 2-3-0. على غالب هذيك الكرة معناتها اوغوزمون فقنا ابخي لو 1-1 معناتها ماركينا وجدنا اونكور فرص، معناتها لو بلوز امبورتون لا فيكتوار، معناتها ما نخليوش الاولانيين يهربوا علينا، اون بليس اون ماتش اون روتار نجمو حتى نجيو لي بروميي، دونك ان شاء الله نكملوا هكاك في لا فاز روتور. ماهر في اول الماتش تحس الاولاد يلعبوا لاز برشا، تحس لي نامبورت كيل مومون ينجم يجي البونتو، سي دو للبريباراسيون الباهي اللي عملناها ولا سي كوا معناها؟ بيان سور معناتها بريباراسيون، فما اوسي لي جوغ معناتها اللي يعرفوا كيف معناتها اي بيف غامني دي زاكسيون ديفيسيل كيما جابو سهير زيتوني، معناتها اتو مومون ينجمو دربي الجوار يعطي باس وبونتو معناتها والحمد لله معناتها نكملوا هكاك. خلود 3 بوان
اليوم 3 بوان هما مهمين، اما في اول ماتش ورينا كاليتي دو جو باهيه، سكور ما تبعش. صحيح يظهر لي اهم حاجه يظهر لي 3 بوان باش نقعدوا في الكورسه، وهذا يظهر لي اول ماتش بعد التريف اللي صارت. بون صحيح جاونا دي زوكازيون من الاول، ما جسمنا ما جسمناهمش الكل، مي جسمنا زوز منهم اللي هما جابونا اليوم الانتصار و 3 بوان. ان شاء الله نزيدو نخدموا على البوان هذيا في الماتشات الجايين ونتحسنوا معناتها في الـ في الـ في الـ في الـ في الكاليتي هذيا نتاع معناتها الرتاش قدام الكاج. وكاو خلودة وليت مرتاح برشا على الدو اليوم؟ ما على شنو؟ نورمال عادي كما قلت، معناتها لونترونور عطانا الليبرتي كسوانا كسوا نينو معناتها على اليسار، قال معناتها كي تبدا فما سوليسيون باش تعاونوا اصحابكم القدام تمشيو، ما فما حتى مشكل، ما تخموش لا في الكوفرتير ولا حتى شيء، فما شكون يعمل الرول هذيك. هذاك يمكن يخلينا نلعبوا متحررين ومع الجروب يظهر لي تكنيكمون ولا فالابل، معناتها اللي يخلي التحكم في الكره يكون خير، حتى كي تعمل ديزابيل تجيك الكره وين تحب انت. وكا مرحبا بك. فوبيك زول ميتون الاولاني في اول ميتون شفناك زهير الذوادي جيعان يلوج على الباسات يجري من اليمين لليسار يشوت. اكيد يعني توحشت الولاد، توحشت المنزل، توحشت الجماعي عندي برشا، ما لعبتش اكيد يعني، وجوز حبيت نماركي في اول ماتش ليا، ما جاش اليوم، ان شاء الله يجي في ماتشات اخرين ان شاء الله. كيفاش لقيت الكلوب بعد 6 اشهر من اللي رجعت؟ والله براتيكمون يعني بريسك برشا من لعبيه جاو جدد، تبدلت 80%، لكن يعني فما انتونت بين اللاعبين، تحس جمعية كاور جمعية تمشي لقدام، نجم نقلقوا نمبورت كل جمعية. وبالنسبة لي أنا ما حسيتش روحي يعني غريب على الجروب، براتيكمون نعرف اللاعبين الكل، وكما شفتوا يعني متفاهمين مع بعضنا اليوم الناس الكل، و 3 بوان باهيين في البريود هذه باش نشنيو لي فيكتوار باش يخلونا نخدموا مرتاحين.